الاخر علي بن شيخ، اهلا وسهلا بك. اهلا محمد. هذا العدد الاخير علي بن شيخ. علي اليوم اسئله المشاهدين، اهلا استناوا فيهم. نبدا مع ما جاء. اول سؤال من محمد، هل العوده الى العارضه الفنيه للمنتخب الوطني ما زالت تستهويك؟ هل تريد تدريب المنتخب الوطني من جديد؟ والله شوف، بكل صراحه يعني احنا نصم، احنا لاعبين قدماء وكرة القدم في الدم، يعني شيء عادي، ولكن في الوقت الحالي ما نشوف أفكر في هذا الشيء هذا على أسباب كثيرة. ممكن نعرف بعضها ولو بالتلميح؟ لا، ما بكل صراحة يعني ما نحبش نرد على الأسئلة هنا، لأن ماشي وقتها، ولهذا نبقى دائما في خدمة الكرة الجزائرية إن شاء الله في المستقبل لما يشوف الوقت المناسب، ولكن حاليا الوقت ليس مناسبا لي. الشيخ علاش ما حبش يولي التدريب المنتخب الوطني؟ هو شيء واضح. كيف شيء واضح؟ هو شيء واضح. هو يدرب لي شويه الداليو تاعي اللي كنت لعبها انا وحبيت الداليو. هو شيء واضح، عنده مشاكل مع الاتحاديه، ولهذا الاتحاديه ما يكون صراحه ما يحب، كاين ناس ما يحبوش ماجر، وهذه انا نظن غلطة هي. وحكم شوية فريق الوطني بدا يتحسن شوية، جاو سبيسيال مو باش ينحيوا عليه، خليه كيما رانا نشوفوا كاع المدربين في العالم. عنده تجربة في الخارج، لعب لو نيفو، وليد للجزائر منا حقيقي كيما يقولوا من الأصل. أنا جو فوا با علاش ما يعطيولوش، هو يجيبوا فرنسي دوك كوركوف ولا هو. أنا جو بريفير هو. هو راه عنده النظرة على الكرة الجزائرية، عنده النظرة على الشعب الجزائري، بلاده هذه يعرفها، وعنده المستوى باش ينجم يكون مدرب. أعطيو له لا شونس 4 سنين، كي ما ينجحش ماجر قالت بارك الله فيك يعطيك الصحة وروح وجيب مدرب واحد آخر. بن شيخ، سؤال أيضا من المشاهدين الكرام ليك بن شيخ، يقولوا أنتم تطالبوا اللاعبين القدامى بتدريب المنتخب الوطني، يقول لكم علاش ما تمروش على الأندية وتثبتوا أنفسكم في الأندية وبعدين تاخذوا الفريق الوطني؟ والله راه عندهم الحق، بصح الانديه هذه لما يهضروا عليها، وري لي ناخذوا 20 سنه للور، وري لي انديه هادو داو مدرب من لي زونسيان جوار، ما يديوش مدرب. انت مثلا عطاو لك فرصتين في مولوديه الجزائر. انا عطاو لي ماشي فرصتين، ما عطاوليش فرصتين، مولوديه الخطره الاولى ما عمرهم ما يسقيو لي، حكموا المدرب اللي كان حكم الفريق بدا يروح بدا يكولي غير الخساره، ومن بعد زقاو لي يعني شافي لي ديريجون، ما نجبدوش دوك الاسماوات، جبدوا زقاو لي وقالوا لي يا ولدي من لي زونسيان، قالوا لي الحمل الموسخ ياكلهم ماليه، انا نحشم منهم ونقدرهم لي زونسيان ديريجون، نحشم نحترمهم لان انا وليد الفريق. قلت لهم رانا كاع كيما يقول لك في معمعه واحده، وقبلت ديت الفريق وهو مهلوك، والحمد لله سلكنا من الحبطاني شافي ودرنا دو بون ماتش، ربحنا جياس كالي روتور، ربحنا مع ليسمار، ربحنا با مال دو ماتش وسلكنا من الحبطان. ولهذا كي تخلص لا سيزون يقول لك روح نوطر فوا كاناتيك، قالنا الفريق كان سي با سا، وقالنا عاودوا زقاو لي تما بومبي. انت ولي تما بومبي ما عطاونيش الفرصه، ما عطاونيش. انا ماشي هذا هو المشكل، انا قلتها دنيير فون، لو كان جات في دعوه من الضماع كما يلزم الحال، احنا نوتر جينيراسيون مامكم اللي صغار علينا، خاطرش اللي كبارهم في الثمانينات ربي يطول لهم في عمرهم، كانوا يبعثونا قلت لك 100 200 واحد للخارج نديروا ريسيكلاج برك، كيما راهم ديشون لورون بلون كاع الناس حكم البالون، لويس انريكي حكم البارسا يا ابن عمي، اللي تشوفوا كاع الفون قالك شكون قاعد معاه، كلوفيرت عنده 4 سنين اللي حبس. لا، مي حنايا تهميش كبير للاعبين القدامى، يكون في اي ميدان يكون واحد مول شي ويعرف شي يجيو جماعه ينحيوه، باش خطاش انت دير تضل عليهم، انت مول صنعه تعرف، ويجيب لك واحد دار الكاراتي، واحد يدار لك البوك. شكون هذا اللي دار الكاراتي؟ كاين بزاف، واحد دار لا لوت خطره، جبت اني شافي خطره دار المصارعه، جابوا يدير في كره القدم، لي البهجه لا راديو. رحت نهضر في البهجه، كي دخلت استديو هكذا وزجاج هنا ومن المور زجاج، جورناليست كانت هذيك لا دوموازيك لا دام هذيك هي مزوجه دركا، تتسال فيا وانا في الزجاج راني نشوف هذوك الداخل. مومون دوني في المومون دو روبو هذاك، واحد منهم خرج
وجدعت كبارك ويا تسأل. بعد هو بدا يتناقش معايا. بعد قلت له شكون هذا؟ قالت لي فلان. لا ما نعرفوش. قلت له حبسي حبسي ولا هذا دوكا يجي يتناقش معايا باش يدير الاسم حبسي نحبسك ما زيدش يبوزي لي كازو ما نهضرش معاه. بعد كي سقسيت قالوا لي لي تو دوكا دوكا فهمونا ابن عمي يدير في المصارعه يدير مع اسكو دوكا. انا تشوفني نروح نزاحم في الهوندبول ولا في الكاراتي ولا في لابوكس ما نروحش ما نعرف لهاش ونحشم نحشم نروح. تحكم اي فوتبالور قول له روح دير تنس ولا بينج بونغ ولا مدرب تاع ماشي عارف اي ديسيبلين يحشم. سنواصل الحديث عن هذا الموضوع ولكن قبل ذلك ماجر بعض المشاهدين سالوك قالوا لك هل ماجر يتكبر على الانديه الجزائريه؟ لماذا لا يشتغل ماجر في الانديه الجزائريه؟ وصلتك ربما عروض من الانديه الجزائريه؟ لا 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 هذا ما هو مشكله. هذا مشكله عارفين الحمد لله انا انسان متواضع. انا خرجت من تكوين جزائري ومن الانديه الجزائريه ويعطيهم الصحه. كثير من الانديه الجزائريه اتصلوا بيا. كل الأندية الكبار الجزائرية كلهم تصلوا بي لكي نأخذ الأندية بتاعهم ولكن رفضت. لماذا؟ رفضت باحترام. رفضت الاحترام لأن pour des raisons personnelles. pour des raisons personnelles. أسباب شخصية. أسباب شخصية. ما حبش ندخل في هاد لونغروناج هذا تاع واسمو وما حبش نكون كومبليس دو tout ce qui se passe dans le football algérien. et tout le monde sait. كل الناس عارفين واش هو يمشي الفساد في الكره الجزائريه. لهذا ما دخلتش في وسط الكره الجزائريه وما حبش ندرب مع احدى الانديه الجزائريه. كما قلت لك ما حبيتش باسكو جو في با اتر كومبليس. لكن هل هذا هو الحل لما تقول بانه فيه محيط متعفن انا ما حبيتش ندخل فيه؟ هل هذا هو الحل؟ هل يعني كما نقولوا الناس الملاح الان كامل يجيب دور واحد ونخليه المحيط هذا للاسف محمد للاسف انا دائما تكلم قلت ايفون ريفوليسيون دو الفوتبول تاعنا لازم نغيروا كل شيء. للاسف حنايا في سنوات السبعينات او في 78 جات لا ريفورم الا في بوكو بور سبور الجزائريه. لو سبور جو دي با الفوتبول لو سبور اون جينيرال. وكل رياضه دارت نتائج وكره القدم دارت نتائج لان لا ريفورم جابت معها اشياء ايجابيه كثيره بالبزاف. بعد ذلك دخلونا البروفيسيوناليزم. للاسف البروفيسيوناليزم لحد الان مازال ما شافش الضو تاعو. البروفيسيوناليزم سي اون ايماج سي اون ايماج حتى ولا هي لا بون فوا بور انستوري لو فري بروفيسيوناليزم. مي للاسف دائما نشوفوا تتكسر هذا لوبجيكتيف هذا والبروجي هذا يتكسر. مازال ما لحقنا ليه 100%. لا في اشياء كثيره 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 كثيره. اولا لازم لو ديفلوبمون دي فوتبول الجيريان. لازم نهتم اكثر باللاعبين المحليين. لازم نهتم اكثر بالمدربين المحليين وحتى احنا نهتم ايضا باللاعبين تاع الموجودين في الخارج. مرحبا بهم هذو ولادنا تانيت. ولكن انا دائما نقول الجزائر دوله كبيره. Nous sommes une grande nation de football. La preuve, la Coupe du Monde, on l'a prouvé. Mais quand on voit, yani, avec tout ça, où Mazen, notre tika, acteur des moudarbin, l'ajanib, هذا توجعنا هذه توجعنا بكل صراحة. بمناسبة المدرب المحلي والمدرب الأجنبي من شيخ يقولوا لك الآن المشاهدين بعض المشاهدين وصلتنا كثير من الأسئلة في هذا الشأن يقولوا لك أنتم في لاعبي 82 تتغنوا دائما باللاعب المحلي وبالمدرب المحلي لكن يقولوا لك أنه أحسن نتيجة سجلناها مع لاعبين مغتربين ومدرب أجنبي. كيفاش تفسر هذا الشيء؟ لا 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 با داكور. أحسن نتيجة دارت بينا في 82 اللي حب اللي ما حبش ما حبش. ربحنا دو ماتش والألمان لو جروند ألمان جروند ألمان كومبلوطا مع لوتريش وكومبليس كي لا فيفا كي كاع غمضوا عينهم باش ما نجوزوش. ربحنا دو ماتش ما تكونوش غالطين يا ناس. وربحنا ألمانيا وربحنا شيلي. هاك شفت شيلي ربحنا دو ماتش ماشي درنا دي ماتش نيل ودزنا. احنا دو ماتش ولو كان ما كومبلوطاوش لعبت المانيا وتروشيا رجلو وحده فيهم تربح وحده تخسر تروح احنا نجوزو. ولو كان دزنا هنا البوان دانتيروغاسيون هنا بوان دي باسكو اون افي اون غروند ايكيب. الناس بزاف دوكا راهي تهضر بزاف وانا هذا ما نقبلوش. اون افي اون غروند ايكيب دو غرون جوار دو غرون تكنيسيان. لكنهم تأهلوا للدور الثاني بمدرب اجنبي ولاعبين مغتربين. الدور الثاني احنا قالنا اني فهمتك لو كان ما كومبلوطاوش وحده تلعب تربح وحده فيهم باش تجوز. صحيح. وحده تيليمينا وين نجوزوا احنا؟ دوزيام تور نقعدوا بريمي تور نجوزوا دوزيام. احنا قالنا جزنا دوزيام تور. يعني تعتبر انت انه منتخب 82 جاز يعني جاز دوزيام تور انا ليا باسكو كيما دوك انت انا تلعب ماتش شامبيونا هكذا انت تلعب
بليكيب تاعك وانا بليكيب تاعي، انا ندير كرو ماتش، بصح انت شاري لاربيت، شاري الدنيا كاع وتربح، تسمى انت جس، ما جس انت. لكن يلومكم البعض يقول لكم انتم ايضا يعني بحرتوا هذاك التاهل من بين يديكم، خسرتوا مع النمسا 2-0، علاش تخسروا مع النمسا 2-0؟ علاش ما حسمتوش الامور مع النمسا وتاهلتوا؟ احنا الجزائريين هكذايا. لا بروف يقول لك خسرتوا مع خسرنا مع النمسا كما اي فريق كيما ناصر تخسر، خسرنا مع النمسا بصح ربحنا دو ماتش. On a gagné deux matchs bien comme il faut. Où il y a eu un complot. ما تشوفليش وعلاش خسرت مع اما مع النمسا لو كان زادوا داروا كشعب سيصيبوا كشفور بيا كما يقولوا شي ناس ويزيدوا مانت كاليفاش يقول لك لو كان اما لا ما قعدوش لو كان ما كانش لو كان. ربحنا دو ماتش يا هذه 1 بلس 1 ايكال 2 ربحنا دو ماتش الالمان لو جروند المان لوتريش كي ناسيون دو فوتبول كانا هذاك الوقت كومبلوطاو علينا ولا فيفا كومبلي سكتت من بعد زعما داروا غيروا قانون باش ما يزيدش يكون هذاك الشيء والعالم كاع هضر عليها لو موند اونتي ابارلي دو سا دونك حنا دزنا ديزيام تور وما كان لا واحد يقول لك كذا وكذا وبلي جوار لهنا وكانوا يجيو من الخارج لاعبين وكانوا ما عندهمش بلايصهم كانوا زوج ولا ثلاثه اللي عندهم بلايص والاخرين ما لعبوش ما نحوسوش نطيحوا بالمعنويات تاع الناس اللي رفضت الكره الجزائريه باسكو حنا هنايا نحبوا نطيحوا تبدو غالب جدا على حنا نحبوا اللي يجي من الهيه حنا الجزائر نحبوا اللي يجي من الهيه يكون جزائري هنا يصنع صاروخ ما يديروش قصه يجي من الهيه يصنع لو مام هذاك ولا يعطيه له هو يقول باك الاسم تبدل يقول لك حاجه كبيره نعم فو با قال حنايا 82 درنا واش جبنا درنا وهادو داروا وتحبس تم علاش نكومباريو نكومبار با هذه اسئله المشاهدين ما جاء دائما المشاهدين يسالوا يقولوا لكم بانه انتم جيل 82 ما حبيتوش واحد يعني بصراحه ما حبيتوش واحد يجي ويمحي الانجاز تاعكم ما حبيتوش واحد يجي ويتجاوزكم حبيتوا تبقوا دائما انتم هما الـ 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 يعني الفريق المثالي الفريق اللي شرف الجزائر هل صحيح فيها الغيره انت ربما تتحدث مع زملائك تاع 82 شوف علي رد لك على الاسئله تاعك لا ليست اسئلتي وانما اسئله المشاهدين تاعك فيها ايضا الجواب تاع علي ممكن راح نزيد نضيف باختصار شوف احنا ماناش نحبوا نكونوا ديريفو احنا ريفال تاع واسموه هما ريفال تاعنا وشكون اللي كان مليح شكون اللي ما كانش مليح وفي الاخير لبسنا قميص الجزائر وكنا ندافعوا على العالم الجزائري في اسبانيا وايضا في البرازيل ماناش نحوسوا شكون يكون هذا احسن وهذا احسن ما نحبوش نحوسوا شيء اهم شيء ان الجزائر تدخل في التاريخ اهم شيء لان دوك دون كيلكو زاني نقولوا المنتخب الوطني الجزائري ما يقولوش المنتخب الوطني الجزائري تاع سنوات الثمانينات تاع بن شيخ وماجر وعصاد وهذا وتاع 2014 تاع هذا وهذا باش نذكروا هذا الكلام هذا لهذا لازم فو دي باسي جوستاد فو دي باسي جوستاد ما نحملناش نحوسوا نهضروا على الناس يعطيهم الصحه داروا واش لازم عليهم احنا في سنوات الثمانينات افيك بو دو مويان احنا بولا افيك بو دو مويان كما قال لك علي احنا جزنا الدور الثاني جزنا لا ونا غاني دو ماتش ونا غاني دو ماتش لو كومبلون تاع لي زوتريشيا ولي زالمون يعني للاسف ولا غالب سي كوم سا مي حنايا ما نحبوش وما عندنا حتى واحد يعني سي فريمون يفو با ما لازمش نحطوا لهذا المستوى سي با بوسيبل باسكو الجيريان او بليتو ليكيب ناسيونال نابارتيان با او لوكو ان ابارتيان با او جوا كي يفول لتروجي ان ابارتيان ان درابو ان بوبل C'est ça le plus important pour nous. Parce que nous, en 2014, nous avons vu après l'Allemagne, le peuple sort. C'est ce qui nous aide, le peuple sort heureux. Ou l'Allemagne de l'Algérie. En 1982, après le mondial, nous avons la plus grande équipe de tous les temps des Allemands. Ou nous sort le peuple. Au moins, les choses ont évolué, c'est plus comme avant. Je sais, nous continuons ce débat. Et qui finit la Coupe du Monde, حبطنا في افيون ميليتير في بوفاريك ما كان حتى واحد يسنانا انا زقيت لصاحبي بالتليفون جا سناني الاخر جدا ما كان والو لا سبونسور جاونا لا شفيت في سان جوي بوما باتريك اديداس باش نسينيو معهم كل واحد معهم على السباط مسؤول قالنا ما تسينيو مع حتى واحد
كنا من بعد كنا حين نحيو بالبرازوار نحيو لي بون زعما باش ولا عندك سباطا دي دوس تسيني مع بيما تلعب به بعد خليناه ولا لعبوا هكذا صدير كانت واحد سؤال ليك ايضا بن شيخ يقولوا لك سمعوك الناس تحدثت وحللت مباريات المنتخب الوطني في هذا المونديال وايضا مباريات اخرى يقولوا لك عمرنا ما سمعناك تحدثت عن الفضل تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم هل هذه الاتحاديه ما جابتش اشياء جديده للكره الجزائريه الله يعطيك هذا اللي قال لك فوزك يعطيه صحه انا نقول لك اون دو مو كان بزاف اللي ما يعرفوش واش هو الدور تاع الاتحاديه الاولى هذا المونديال انا قلتها ديجا في هذا الاستديو هذا قلت بلي لا فيديراسيون جابت لي موايا فينونسي ليبرجمون ايكيبمون لوتيلري هادو ما قلناش ما جابتش الانسان ماشي الحاجه حق ما يكذب عليها لا هذا جابت يعني نعاودها فيديرالية جابت لي موايا دراهم كاين جابت لوتيلري باتوا في لي زوتيل ملاح بريباراسيون في الخارج وهذه على كل حال ماشي داكور بها بريباراسيون كنا هنا في سان جوي نديروها ولي ماتش اميكو في سان جوي والشعب معنا دائما كيما انت راك مع ولاد حومتك دائما الشعب هذا تسمى كنا كيف كيف خاوه ودائما معنا وكانوا يجي يشوفنا مع لي غران كلوب هذه باش اونتر الشعب هذا دائما معكم وما استقبلكمش لما عاودتم ايوا واش عليه ماشي ميدياتيزي كيما دورك وماشي وما فيهاش شويه خريفات وما فيهاش بزاف امور فهمني كيفاش بصح هادو جابت لا فيديراسيون جابت هاد لي موايا فهمني فينونسي بوب دراهم لي جوار كلش كاين بصحتهم بصح لو رول دو لا فيديراسيون سي لو ديفلوبمون دي فوتبول ناسيونال يا الناس لازم تفهموا هادي ديفلوبمون دي فوتبول ناسيونال ما عندناش لي سونتر دو فورماسيون ما عندناش تشوف ليكيب ناسيونال تلعب في بليده نورمالمون تلعب ستاد اولمبيك يا ستاد اولمبيك مهما كانت صفه يوجد في اقرب وقت في هذوك الوقت خاطرش سي ان ستاد اولمبيك اللي عندها الجزائر اللي تفخر به تسقموا تحفوا كدا دراهم يروحوا لتم يتسقموا يترقعوا كلش وليكيب ناسيونال روسوا لي زيكيب ناسيونال ليترونجير لتم فيه كلش اللي تساع كبير لا سيكوريتي بارابور البليده صغير لا فيل هذا هو الامور اسكو لي لو ديفلوبمون فوتبول ناسيونال انا نشوفوا بلي قلنا لي زيكيب ناسيونال ما كاش كادات جينيور علاش ما كاش من نهار خسروا مع سته ليكيب ناسيونال الله يعلم كادات في مع لاكيني في سانتو جان انا نهار راحين يلعبوا جماعه احبابي قلت لهم يخسروا انا ما نجيش نشوفهم على بالي ماشي خاطرش الدراري ماشي موجدين ماشي موجدين خطره نزيد نحكي لك هذه باش الناس تفهم كيفاش راهي الامور تسير خطره لونترين الانستركتور المون هذاك شنو يدير جا سان جوي زقال لي مصطفى كويسي ولا انا عيط له قال لي غدوه كاين بتي ستاج في سان جوي رحت كنا انا عصاد بلومي كويسي والاخرين كاين اللي ما لعبوش كاين اللي ما لعبوش بلو وكاين اللي لعبوا في الشرق كاناتيك لعبوا فوتبول شنو يتقال هذاك في لي زيكزارسيس انا قاعد هكذا حتى قال لي مسيو بنشيك يعرفنا خاطرش 30 سنه في لافريك يعرف كويسي يعرف بلومي يعرف عصاد هو اللي درنا نوقفوا باش الدراري كيديروا ليزكزارسي حنا نديروا لي روميز ما قالش الاخرين دوك ناس حبيتو دوك حاجه حق ترجعوها ظلم ولا كيف فهمني كيفاش وراهم لي جون تاعنا ما كاش وراهم وين يدربوا الدراري ما كاش اسكو يا ان شامبيون دو جون دين هبا كان خطرت لي كادي يلعبوا لي جون وكان الاربيت خطرتها وما جاش هاو جا هاو ما ماجر انت البعض ايضا سالوك قال كيفاش لاعب بحجم ماجر اللي يلعب في بورتو اللي لعب في اوروبا سجل هدف بالعقب نجم كبير ما عندوش مركز تكوين حتى علاش تنتظر الاتحاديه مثلا او علاش ما درتش مركز تكوين مثلا ماجر لا اقول لك بكل صراحه يعني ذكرت لك انا كل شيء ياتي في وقت المناسب وهذه الفكره هذه من سنوات وسنوات وان شاء الله نحققها ولكن في الوقت المناسب في الوقت المناسب متى يحين الوقت؟ ان شاء الله تسمعوا انتم لي برمي ايضا ما جار كاين اللي سالوك قالوا لك في عده مرات صرحت انه ممكن تنوي ترشح لرئاسه الاتحاديه، هل ما زالت عندك هذه النيه لرئاسه الاتحاديه الجزائريه؟ شوف محمد احنا في كلمه يعني الاتحاديه وما الاتحاديه انا حاليا عندي مهمه ومنصب افضل بكثير على رئيس الاتحاديه كرئيس لجنة الرياضة العليا والاكتشاف المواهب في الجزائر يعني الحمد لله
المسؤولين داروا فيها ثقه كبيره وعطوا لي هذه المسؤوليه. وحنا نشتغل ايضا كولابوراسيون افيك لو مينيستير دو لا جونس اي دي سبور او بليتو ماتنو جو سي با هذه لو سبور وحده ولا جونس وحده جو سي با مع من نخدموا. عندنا 30 ناس اعضاء معنا في هذه اللجنه سي توز دي اكسبير دي سبيسياليست والحمد لله ميا اوكان بروبليم. ماتنو انا دائما نقول ونعاود نبقى دائما في خدمه الجزائر ونبقى دائما في خدمه كره القدم. ماتنو سي لا فيدراسيون ان سيجور يعني محتاجه لخدمات رابح ماجر للتغيير محمد للتغيير. ماذا ستغير؟ ماذا ستغير؟ شوف لما نقول لك التغيير يعني مانيش كونترير كل واحد يجي مسؤول يدير واش يحب سي سون بروبليم سي سون بروبليم. بصح انا نقول لك كل هذا الشيء ما يمشيش مع تقاليد الكرة الجزائرية. لكن واش من الشيء اللي راك شايفه ما راهش يمشي مع تقاليد الكرة الجزائرية وحاب تغيره؟ شوف انا شخصيا لازم 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 واسمه لما نتكلم على المنتخبات لازم ايضا نعطي اعتبار ونعطي اهتمام للانديه. لو ديفلوبمون دي فوتبول الجيريان يجي من الانديه لانه هما اللي يكونوا سي تو كي فورم لي جون. لازم نرد لا كونفيونس او جون. لازم نقول لهم تخدموا لمصلحه بلدكم ولمصلحه يوم من الايام للمنتخب الجزائري الاول. يعني لما يتكون او عارف في يوم من الايام راح يوصل للمنتخب الوطني الجزائري. يعني حتى في التمرين تاعو في التكوين تاعو يعطي جديه في العمل. هذا لازم ندخلوه في راسه. ثانيا لازم يفو بلو مارجيناليزي لي زونترينور الجيريان. يفو لور دوني كومون ديراج دو لا كونفيونس. ان انتيري كما يقولوا لازم ديرهم في خدمه الكوره. ولازم تخلي ايضا الانديه تهتم بهذ المدربين لكي يدربوا عندهم، لان انا نشوفوا كثير الانديه يعني للاسف يجيبوا مدربين اجانب ولكن المدربين او اللاعبين القدماء اللي خدموا الكره الجزائريه ما صابوش مكان في الجزائر كمدربين. ولكن انا مانيش ضد المدرب الاجنبي، العكس مرحبا به، انا نرحبوا به ما فيش اي مشكله، ولكن نديروا شويه لابالونس، كما رانا نديروا كما قلت لكم ايضا لابالونس بين اللاعبين اللي يلعبوا في الخارج واللاعبين اللي موجودين حاليا في الجزائر. لازم هادو واش نديروا بهم؟ لكن الشعب يطلب النتائج، لما انت تجيب الان سياسه تاع تكوين، ما تقدرش تقول لهذا الجمهور الجزائري انتظر 20 سنه او 15 سنه. تتكلم صح، انا معك حق على كلامك. كلنا كجزائريين نحبوا النتائج وكلنا نشوفوا العلم الجزائري كما شفنا في البرازيل. ولكن الناس ما مش عارفين في مسؤولين حاليا في الاتحاديه صافي 13 سنه هم على راس الكره الجزائريه. هل فازوا بكاس افريقيا؟ لا. هل رحنا لنهائي كاس افريقيا؟ لا. هل سوينا اي شيء؟ لا. تأهلنا مرتين الى كاس العالم، انجاز. اوكي. انجاز محمد. لا بن شيخ يضحك، ليس انجاز تأهلي مرتين الى كاس العالم. يعني هذا الشيء قاعد يعني مانيش يعني كما يقول لك ننقذ الناس، لا احنا نتكلموا بالدليل. الكاس افريقيا الاخيره مرينا الدور الاول؟ لا. الدور الثاني عفوا؟ ما مريناش. هذا كله لو في 13 سنه الناس تخدم ما رحناش لاكوب دي مونت سي غراف سي غراف. يعني بعد 13 سنه باش رحنا لاكوب دي مونت وزدنا هاد لا دوزيام ولكن لو كونتينون اللي لازم نسيطروا عليه مازال ما انا مسيطرين عليه وهو لو كونتينون افريكان. هذا هو لازم الجزائر لما نروحوا سوا حاليا سوا نلحقوا سوا ندور لاكوب دافريك ولا نروحوا للنهائي. ولكن للاسف مازال ما حصلش هذا الاخر هذا لو بروجي بلوتو لوبجيكتيف مازال ما حصل. لهذا يعني في امور كثيره تتغير. لازم كما قال لك المنتخبات الصغيره لي مينيم كادي جونيور اسبوار هما هذو كاع يخدموا الفريق الاول وبشويه تبدا تدخل اللاعبين المحليين وتعزيزه باللاعبين الموجودين في الخارج. يعني كل واحد له حقه. لازم نولوا كما كنا عفوا كما كنا من قبل. هذا هو الكلام. انا وفي اشياء اخرى كثيره موش بن شيخ سمعتك تضحك ليس انجاز تاهل لكاس العالم مرتين؟ انجاز ما راح ودو كوب دي مونت انجاز اش عليه نهضروا على انت تشوف الشامبيونات تاع الجزائر انت فهمني رحم بابك 17 ايكيب اسبوار تقولها او 21 في عمره 19 سنه 19 20 حتى 21 هو يلعب في اسبوار. وانا يا ناس فهمونا انا وليت ما فهمش كيف 21 سنه 20 سنه يقول لك اسبوار يلعب في ليكيب ناسيونال دالجيري.
كيف هذا يلعب باسبوار؟ هذا 21 سنه يقول لكم مازالوا اسبوار. هم بعد هذاك العام اللي فات كان حتى 22 اسبوار. لا لا زيدوا 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 له 28 او 27 او اسبوار ويقعد. واش هذا كان دو روتريت؟ هذا نورمال با ديسبوار، ما كانش ايكيب اسبوار، كاين ايكيب ريزيرف يا سيدي الا ريغور. لا حبوا يديروها كي يكونوا لي كلوب مواجدين فينونسيرمون باش ملي كيبسي نور بليسي ولا كدا يحبط لتحت. وي فهمت كيفاش؟ بصح ان لي جينيور فوق يطبطب في الباب تاع ليكيب سينيور باش لو بلو تو فيوسي يلعب سينيور يلعب اون ايكيب ناسيونال ا. هنا تولي لا كاليتي تغلب لا كونتيتي. حنا رانا هنا في لا كونتيتي بالعرامات، رانا حط في لي كلوب. هات برك اقعدوا ديروا الاخر تاعكم، خليو حنا فوق ليكيب ناسيونال. لو كانوا موال قال يا سيدي ليكيب هاي دوكا انا جو بوز لا كيسيون. هاد ليكيب ناسيونال مصطفى بتاتي اللي ميو بلاسي كو موا اون اوروب، هاد لي جوار يلعبوا اون اوروب هكذا موان داج اونتر 24 25 اون نقولوا دونك 4 اون زورون 29 هكذا دونك 4 اون 29 اسكو في لو اون اوروب اي واحد يقول لي كاين دوطر جوار يخرجوا كانا هكذا نقولوا كيما هادو ما نقولوش خير منهم يخرجوا عرام كانا هكذا باش ترينوف لي ليكيب ناسيونال غير مضمونه ماشي مضمونه ومننا ماشي مضمونه كيفاش راح تقابل انت لو تروزيام مونديال المستقبل كيفاش راح تقابل الناس يتخططوا موان لون تيرم الشيخ واحد يسألك في هذا السياق يقول لك هل انت يعني مع مساله تجنيس شفنا بعض اللاعبين مثلا طايدر عنده الاب تاعو تونسي مبولحي ايضا هل انت مع او ضد هذه المساله تاع التجنيس انا ما ما ما, ما ضد ما والو ابارتي دو مومون اللي عنده باسبور الجيريا وحب يجي يشارك فريق الوطني يشارك فريق الوطني اوزيل تركي اصله يلعب في ليكيب المانيا انا ما يهمنيش هذه درك ما بقاتش هذه خلاص فكره هذه تاع زعماتك ناسيوناليزم وغاردي غير هنا هذه راحت انا اللي يهم اللي يهمنا دوكا يجي يلعب فريق الوطني ويجيب نتيجه كبيره يجيب ان بلوس دوك ولا ما يجيبش ان بلوس وفي اون اوروبي لي رومبلاسون اي دوك فهمونا من بعد تما ايضا هذا هنا الفضل يعود للاتحاديه اللي قدرت تجيب كل هؤلاء اللاعبين واستفادت من قانون الباهاماس ايضا شيء يحسب للاتحاديه لو نعود لك ماجار كاين اللي سالوك كاين سؤال من احد الفلسطينيين اعتقد محمد من فلسطين يقول لك لماذا يفشل اللاعبون الجزائريون في الاحتراف في خارج الوطن ما شفناش ما عدا ماجار طيلة هذه 30 أو 40 سنة ما شفناش لاعب جزائري احترف وبرز في نادي كبير وفاز بألقاب أوروبية. والله شوف بكل صراحة يعني سا ديبون دي جوار أوسي سا ديبون دي جوار كاين لاعبين ممكن ما كانوش محظوظين يعني ماهوش محظوظين ما لعبوش في أندية كبيرة جدا لما ما تلعبش في نادي كبير يعني ما راح تلعب تشامبيونز ليغ ما راح تلعب اوروبا ليغ وما تكونش يعني في البطوله اللي تلعب فيها الفريق تاعك ما يكونش في وضعيه جيده يلعب يعني اوميلو جو طابلو ولا يلعب الاماكن الاخيره ولا هذا يلعب كثير حتى لو يكون اللاعب عنده امكانيات كبيره بزياده على اشياء اخرى يعني الحمد لله يعني الله تعالى حطني في الطريق المستقيم ومشيت مشات لاكاريير تاعي كما لازم والفرصه الكبيره جات عندي وهي مع فريق اف سي بورتو مع فريق اف سي بورتو لكن فيه لاعبين هم يلعبوا لا تشامبيونز ليغ يلعبوا رابطه ابطال اوروبا لاعبين جزائريين لكن ما شفناش لاعب برز مثل ماجار ودار مسيره لا شوف محمد شوف حاجه هل فيه الحظ في المسيره مثلا شوف لما تكون عندك انا مثلا في بورتو المنافسه كانت كبيره محمد في الوقت اللي كنت تلعب فيه ببورتو مش كما الان لازم الناس يعرفوا لكي تاخذ مكان اساسي راح تتعب كثير وقانون الفيفا ما حماناش في هذاك الوقت لان كل الانديه الاوروبيه محمد كل الانديه الاوروبيه عند قانون يسمح لها الا بثلاث لاعبين اجانب في هذاك الوقت كنت انا كجزائري جواري البرازيلي وكان ايلوي برازيلي ثلاث لاعبين في يعني كانت منافسه كبيره جدا ولما تلعب لازم تبرهن تبرهن لكي تكون انت الافضل والاحسن يعني برهنت يعني سنوات وسنوات لكي جو سو امبوزي يعني هل نقول ان اللاعبين الان ما عندهمش مستوى باش يحترفوا في اكبر الانديه شفنا مثلا مصباح راح للميلان قاعد في الاحتياط بالفضيل في الانتر في الاحتياط شوف لازم كي تلعب في اوروبا لازم تحس باللي انت هو الافضل في الفريق لازم كي تكون في فريقك تحس باللي الاعلام مركز عليك وكل الناس قاع تهدر عليك
انت هو وبعد يجوا اللاعبين، وهذا اللي حصل لي انا في بورتو وبكل تواضع الحمد لله، لهذا جيمسو امبوزي لما ندخل تشامبيونز ليغ نسجل والمد الكره كره الفوز الثاني نحل في اليابان لا كوب انتر كونتينونتال جي بريسك ماركي لو بريمي بيت ومن بعد سجلت الهدف الثاني. يعني دائما نقول الكلمه الاخيره، وخاصه ايضا في البطولات الحمد لله يعني الامكانيات تاعي هي سمحت لي كان دائما جي مامبوز اوتون كو جوار في الانديه كسوسوا محليا في الدوري البرتغالي او في الكؤوس الاوروبيه. الان حاليا في حتى لو اللاعبين الموجودين في الخارج سي با دي جوار يعني اللي يخلوا الناس تهتم بهم، يعني سي دي جوار كي رومبليس ليفيكتيف. يعني لما تشوف الفريق مثلا اي فريق سيفي ولا في جزائري يلعب يعني كثير من اللاعبين يظهروا اكثر منه. يعني سي با سي با ان مايسترو او ميليو ما يخليش الناس تروماركيه، وهذا اللي يخلي اللاعب تاعنا متواضع. يعني اللاعبين تاعنا يظهروا الا في المنتخب الوطني الجزائري للاسف. وسؤال لك سؤال لك بن شيخ في هذا السياق، هل فيه كان فيه لاعبين قديما في الثمانينات كانوا قادرين يحترفوا ويديروا مسيره وما راحوش ما احترفوش؟ احنا سي دوماج سورتو سارتان جون ما نقولش كاع عندهم توجور هذاك التخمام يخيروا توجور الواحد اللي مخصوص يحبوا يرجعوه فوق واللي الفوق يحبوا يرجعوه لتحت. عطينا مثال ما نعطيك مثال دوكا تيك سالوا قالوا لك علاش لي جوار ما نجحوش هكذا يتكلموا على تاع هنا هذه مده 95